اتفضل. الطبقة الخامسة ذم الكلام. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن حاضرين ومحسنين امين. قال الامام الهروي رضي الله تعالى عنه ورحمه قال في كتابه ذم الكلام من الطبقة الخامسة وساق السند الى محمد بن علي بن الحسن قال حا وساق السند الى ابن المبارك رحمه الله يقول الاسناد عندي من الدين لولا الاسناد لقال الله ولكن اذا قيل له من حدثك بطل. قال ذكر قال ذكر هذا عند ذكر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث. وساق السند إلى ابن المبارك رحمه الله يقول من طلب الحديث بلا إسناد كان كمن يرتقي السطح بلا سلم. لا حول. وساق السند إلى ابن المبارك رحمه الله قال من كان عنده كتاب الحيل فعمل بما فيه فهو كافر. لا إله إلا الله. وساق السند إلى ابن المبارك رحمه الله يقول الكذب للروافض وسوء التدبير لآل أبي طالب والخصومة للمعتزلة والزهد للخوارج والاستحلال لأهل الرأي والدين لأهل الحديث. الله أكبر. شوف التقسيم جبالك على بلاطة كما يقولون أعمق عندما وصف. ساق السند ابن المبارك رحمه الله يقول قيل له إن الناس ذهبت أيامهم في السماع فمتى العمل؟ فقال رحمه الله ما داموا في السماع فهم في العمل. شايف العالم كيف يفهم ويفقه. أنت في عبادة ما دمت تطلب الإيش العلم ها؟ تنفع المؤمنين. سبحان ربي العظيم. والأمر أصلا ما هو أصلا سماعه عبادة وبعد كده تعبده فيه تثبيت للعبادة بعد كده نشره أنت نمو العبادة. نعم. أصلا وهب رحمه إلى أبي وهب رحمه الله قال قيل لابن المبارك رحمه الله حتى متى نطلب الحديث؟ قال رضي الله عنه ورحمه أليس جاء في الحديث أنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء؟ قال فلهذا مطرح. تعرف ايش يعني ما زال الاستغفار ما دام يطلب انقطع. الله الله اللهم ادم علينا هذا الخير يا رب. نعوذ بالله بذنب او بسوء او بسوء خلق ان يمنعنا ربنا من هذا الخير. نعوذ بالله من غضب الله. تفضل. ساق السند الى ابي وهب رحمه الله يقول قلت لابن المبارك رحمه الله كم نضيع فراغنا في طلب العلم فمتى نعمل؟ فقال رحمه الله يا ابا وهب طلب العلم عمل. قال فقلت له فسد الناس يا ابا عبد الرحمن؟ قال الامر بعد صالح ما دام في الناس من يطلب الحديث. الله الناس بتفقه بقى لذلك قال لهم يعيش لها الجهابذة. ساق السند ابي حاتم من الرازي رضي الله عنه رحمه يقول كان ابن المبارك رحمه الله يكتب عمن دونه قال رشدين بن سعد وغيره. قال فقالوا له يا ابا عبد الرحمن كم تكتب؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع إليه. وساق السند ابن المبارك رحمه الله يقول من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. لحظة رأيت شفت سوء الأدب ماذا يفعل؟ يحرم المجالس يحرم إيش السنن يحرم العمل. سوء الأدب هو أعظم شيء يعني يكون حرمان للإنسان. سوء الأدب نعوذ بالله من سوء الأدب. خلاص قال من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن يعوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض يعوقب بحرمان المعرفة. شوف هنا يقول الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولكن إذا قيل له من حدثك بقي يعني بقي مستمعا له نسمع له ونأخذ منه عندما يقول حدثنا كما قلنا وإلا فخل وبقى لأنه هو بيقول له إذا ما عندك إسناد يبقى أنت تتكلم كلام مرسل لا يأخذ منك. مفهوم؟ ولأن الناس قد أولجوا فيما فيه الخطر وتجرأوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفسه ابن المبارك قال من طلب الحديث بلا إسناد كان كمن يرتقي السطح بلا سلم. من طلب الحديث بلا إسناد كان كمن يرتقي السطح بلا سلم. من كان عنده كتاب الحيل فعمل به فهو كافر. الكلام شديد مع أنه أصلا هي ناحية نظر في هذا البلد. يقول أنت الآن إذ بتفعل العملة الزائفة لا ترجع على الله تخدع من؟ أنت تخادع من؟ كما تكلمنا في مسألة إيه؟ الشافعي تخادع من؟ أتخادع الله جل في علا؟ تتفقه فتخادع الله جل في علا؟ فهنا شوف يقول من عمل بكتاب الحيال فقد كفر. قال والكذب والروافض هذا دينهم أصلا. التقية ديني ودين آبائي. ده أصل من أصول الإيمان عندهم. فالكذب هو دين الروافض وسوء التدبير لآل أبي طالب والخصومة للمعتزلة. المعتزلة الذين يقدمون العقل على فهم هؤلاء أهل الكلام. فاهم المعتزلة ما شايف المعتزلة ماذا يفعلون؟ الخصومة لمن يا حبيبي؟ ما تبتسمش أنا بسألك أجب الخصومة لمن؟
للمعتزل انا ألقنك المعتزل. المعتزل دول ماذا يفعلون يا حبيبي؟ ممتاز، يقدمون العقل على على النقل. قال وزود الخوارج، الخوارج هؤلاء احمر احمر خلق الله، احمر خلق الله، الحمد لله انهم على الاسلام، والا كفره كثير من كفرهم كثير من الناس. فهؤلاء يحسبون الزهد دينا وهم ليسوا بدينين عند الله، ما ليس لهم دين اصلا، ليس لهم دين. اشوف هو زهد وصلاه وصيام وقراءه، زهد وصلاه وقيام وصيام وقراءه، ومع ذلك لا دين لهم. المساله كامنه في القلب، لذلك سماه طبعا لا دين لهم، مش اختراع مني، ده النبي قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من ايش؟ من الرميه. وبعدين وصفهم وصف وصف عظيم، قال ايش؟ هم كلاب اهل النار، كلاب اهل النار. فالخوارج يزول ولا استحلال لاهل الراي، طبعا استحلال لاهل الراي برضه شديده من ابن المبارك، وهذا لانهم يتكلمون برأي عند وجود الاثر، وليس لاحد قط ان يتكلم برأي عند وجود الاثر، اذا جاء نهر معقل فلا ها ف ف ف ها اذا جاء نهر الله فبطل، قد بطل نهر معقل. والدين لاهل الحديث، قال هؤلاء اهل الاثر المتبعون بحق. وقيل ابن مبارك قيل له ان الناس سابت ايامهم في السماع فمتى العمل؟ قال ما داموا السماع فهم عمل. هذه اجابه فقيه، هذه اجابه فقيه. لذلك احمد قال ما ارى شيئا افضل من طلب العلم من صلحت نيته. ولذلك الشافعي قال طلب العلم افضل من العباده. ما الذي جعل الشافعي لا يقيم الليل مع التسامح في الاسناد في هذا الباب؟ ها؟ يقيم الليل، وتاتي ابنه احمد تقول له هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاه انه لم يقم في الليل ركعه. فقال احمد مستشكلا ويعلم ان الشافعي ما فعل ذلك الا ما هو افضل منه. فلما ساله قال له ايش؟ كنت افكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمي ما فعل النهي، فاستفدت منه فوائد كذا وكذا وكذا. قال هذه التي لا يستطيعها الامه، اجلس كما انت. هذه لا يستطيع الامه، الامه ممكن تصلي تصوم تطلع تنزل، لكن ما يستطيعون اتقان الاستخلاص والاستنباط من الادله. ولذلك قال انه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء. يعني يقول له هل تترك الطلب؟ قال اترك الطلب كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان معلم الناس الخير يستغفر له اهل السماوات والارضين، ها؟ حتى الحيتان في البحر، حتى النمله في جوفها. اذا كل ما هو يتعلم او يعلم وكل ملكوت السماوات والارض ايش؟ يستغفر له. ايش تريد اكثر من ذلك؟ يقول اي مغبون يترك، ان ترك ترك، ما استغفروا لك الا لتعليمك. فان ترك ها ترك، يبقى ما في استغفار، احنا ما استغفرناش. وهذه تدلك على قاعده مهمه جدا، ايش يا فلاح؟ من اهم القواعد. بص مش ما في ملاش بقى لا عبايه الشعراوي، اتفضل يا استاذ قواعد. ما فيش قواعد، اتفضل يا استاذ عبد الله. يا معتزلي. ليس بين الله وبين عباده نسب. نعم، ليس بين الله وبين عباده نسب، بس قريب جدا يا حاتم الله. رد معاك يا مدحت. يا فيومي. بيقول ايه؟ حاول نطب العله، ماشي. قطاعهم كان يسير يؤثر. ماشي. هذا يستخلص منه، قال يستغفر له الحيتان في البحر، النمله في الجحر، ملكوت السماوات. جيد؟ قال فلهذا المترك، احنا قلنا هذه دلاله واضحه، لا يستغفرون الا لانك تعلم، تركت لن يستغفروا. هذه تدل على قاعده مهمه جدا. لا ايه؟ ممتاز، جزاك الله خير. ممتاز. قصص بقى داخلين في القصص، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا يحب المرء لذاته بل لما يحمل ولما يعمل، وأنه كلما كان الوصف فيه كلما جر إليه الخير فيه. المسألة ليست للذات، حتى نحن نقول لا نحب محمدا لأنه محمد كذاته، نحب محمدا لأنه إيش؟ رسول الله، لأنه رسول الله. لذلك احنا أحببنا العالم لا لأنه عالم ذات العالم، لأنه يحمل إيش؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك ذاته احنا من نمل ذاته. لذلك هنا يجعلك في أمرين، الأمر الأول لا تقديس، من نمل ذاته، كلما حمل كلما أحببناه. والأمر الثاني أنك تعلم أنه بشر يزل ويخطئ ولا عصمة له بحال من الأحوال، لكن الناس لا يفقهون. كان قيل له كم نضيع فراغنا في طلب العلم فمتى نعمل؟ قال يا أبا وهب طلب العلم عمل. فقلت له فسد الناس يا أبا عبد الرحمن، قال الأمر بعد صالح ما دام في الناس ما يطلب الحديث. شوف يعني هو قال
قال فسد الناس انتهى الموضوع على القيامة. قال ما زان في الناس المحدثون فإيه فالأمر في خير. وهو ده اللي اتكلمنا فيه، والله جعل بين لنا ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تقوم الساعة، قام الساعة خرب كل شيء، صح كده؟ لا تقوم الساعة ها حتى يرفع له. هنا الخطر، الخطر ما فيش واحد عالم يبقى في خطر كبير، خطر كبير. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويرفع وهذا الجهل، وإن الله ها لا يقبل العلم انتزاعا انتزاعه من صدور العلماء، ولكن يقبل العلم بقبض، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير العلم فضلوا أضل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.